خليني في هذه. عبد الرحمن الراشد، راح اتخيل اني عبد اني عثمان العمير واقول على لسانك شيء، على لسانك شيء وقول لي نعم او لا. بعد زمن اكتشفت ان عبد الرحمن الراشد صحفي اكثر مني، نعم ام لا؟ نعم. طيب، اكتشفت بعد زمن انني اخطات عندما لم استمر انا وعبد الرحمن في الشركه؟ لا، لم تكن مخطئا.